فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن يعطى من يقتص منه أن يعطى المخدر قبل قتله؟ لا لا، ما يعطى، ما يعطى، بل يجرى عليه القصاص كما أمر الله ورسوله، ولا يعطى شيء يسهل عليه إجراء القصاص عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.